الله الرحمن الرحيم. أولاً أهلاً وسهلاً بكم في مصر بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة. هم يعني إحنا يعني جملة أعز بلدين عندنا على مصر إحنا اليمن والسودان يعني. ودائماً ثقافاتنا مشتركة في السودان واليمن، نفس الثقافات والحضارة. دائماً لما بنحب إحنا كنا في السعودية الخليج يعني أكثر الناس كنا نتصاحب معهم هم سودانيين ويمنيين، لأنهم نفس الطباع ونفس المواصفات ونفس الأمور حتى. بس أنا حاصل بتوع السودان وحدين واليمن وحدين، ليه ما بعرفش يعني ليه أنتوا منفصلين عن بعض؟ اليمن على يمين والسودان على يمين والشمال. يعني دائماً بس كل بلد يحب الناس تكون مع بعضيها. ان شاء الله تكون طبعا يعني عجبتكم سوهاج. انتوا راحوا فين؟ هم راحوا اماكن، راحوا الخميس والصفحة. ايه رايكم بصفه عامه، الانطباع اللي اخذتوه عن مصر بصفه عامه وسوهاج يعني الجامعه؟ مصر لسه؟ ها؟ لا اصلا لسه. انا سوهاج يعني على سوهاج. تشبه تعز كده؟ نعم. أصل تعز يعني تشبه فيها حاجات من السؤال اللي أنا عارفها. الأخوة السودانيين هي الأخوة في سؤال. هي هادية وجميلة يعني. عشان نشوف المعالي برضه مكان هادي. عكس ملخص للحضارة في مصر. جزء كده عينة 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 عكس الصورة مصر. لما رحتوا الكلية انتوا اتفرجتوا لقيتوا كده في فرحان من الناس وناس ناس شعب مصري معروف يعني شعب ترحاب ومرحبين في ناس من الحضارة أصلا هاي كل بيت حتى لو بطلع برا الجامعة فكانوا ناس كلها مرحبين. أهلا وسهلا بكم يعني. إن شاء الله تكون فترة تدريبية يعني هي طبعا أنتوا هتحسوا بيها اللي جيتوا مصر طبعا بالتحديد دي كويسة جدا منكم، هتفرق بينكم وبين زمايلكم جدا. زمايلكم اللي في الجامعة هناك اللي ما يعرفوش، وأنا واحد يقول لك أنا حسيت اللي ورا ده لسه وتأشيرة